السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تمها فجر هذا اليوم اعتقال الناشط الحقوقي البيئي والفنان الأستاذ محمد جواد. طبعا تمت مداهمة بيته واعتقاله بدون مذكرة توقيف وبدون ذكر حتى الأسباب. طبعا اعتقال الأستاذ محمد جواد يأتي ضمن سلسلة لا زالت متواصلة من الاستهداف لنشطاء وحقوقيين وسياسيين، يعني بدأت من ألف يوم حتى هذا اليوم. طبعا هدف هذا الاستهداف هو إيقاف الحراك الذي بدأ منذ 14 فبراير أو إضعافه، بحيث أنه يصل إلى درجة يعني مجرد مواجهات بسيطة، مسيرات تخرج بشكل ضعيف أسبوعياً. طبعاً هذا يدل عن جهل كبير من الذين يديرون هذا البلد. نحن أمام شعب مختلف عن بقية الشعوب المحيطة به، أو بعض الشعوب المحيطة به مع احترامنا لهم جميعاً. شعب البحرين يتمتع بإرث حضاري وثقافي كبير. أي شعب يعني يحظى بهذه الميزات هو شعب حساس بطبيعته، يستشعر مشاكل بلده وأزماته، فبالتالي يعني يتحرك لتغييرها، وهذا ما شهدناه طوال تاريخ شعب البحرين. هذا الشعب يتميز بقدرته ومرونته على يعني خلق كثير من الأساليب والطرق لتحقيق مطالبه. الألف يوم التي مرت يعني أردنا الكثير من الإبداع، أردنا الكثير من الصور الجميلة القوية التي يعني سطرها الأطفال والنساء والرجال. طبعا الميزة الأخيرة لهذا الشعب هي أنه قادر على الاستمرار، قادر على تحمل الضربات. الألف يوم أيضا أردنا الكثير من ذلك. لم يعد هذا الشعب يخاف، لم يعد هذا الشعب يعني يفكر اصلا بالرجوع الى الوراء. وطبعا هذا ما بالضروره سينتهي بنصرنا وبتحقيق مطلبنا، وهو مطلب الديمقراطيه. الالف اليوم التي مرت هي يعني ايام طويله علينا كلنا، مليئه بالوجع، مليئه بالحزن، مليئه بالالم، مليئه بالدم، مليئه بالصرخات، وايضا يعني مليئه بالامل، مليئه بالصور الجميله التي يعني انا شخصيا لم اتوقع ان ارى كثير منها، سواء من نسائنا او من رجالنا. ربما انا يعني اعترف كنت بدرجه ما يعني لم اتوقع ان يكون في هذا الشعب هذه الطاقات. ألف يوم طبعا مرت تفرض علينا أن نقف جميعاً، سواء سياسيين، نشطاء، حتى وصولاً للناس العاديين، أن نقف، أن نراجع هذه الألف يوم التي مرت، أن نراجع مواقفنا، أن نراجع حتى قناعاتنا، أن نراجع انتماءاتنا في بعضها، لا لكي نتركها، بل لنقوي هذا الحراك، لنأتي لهذه الأيام الباقية. إن شاء الله ما تطول، تكون ألف يوم بعد جاية، إن شاء الله النصر قريب، ولكن نحن محتاجون دائماً للمراجعة، للتأمل في ما نفعل، لتقوية بعضنا البعض. هذا مهم جداً. الوقفات هذه، المسيرات اليومية التي نراها، كلها تشد علينا. أحياناً طفل يقف يشد على أيدينا. إن شاء الله يستمر هذا الحراك أقوى من ما شهدناه، وإن شاء الله نعود إياكم إلى دوار اللؤلؤة لنحتفل بالنصر.